من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد. مرحبا بكم في قناة دي جي بيوتي. إذا كنتم أول مرة تزورون هذه القناة اشتركوا فيها وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. لقد أعلن يوم السبت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تطبيق قاعدة الاتحاد الخمسة في مباريات الكان. سيسمح لكل فريق استخدام 5 بدائل كحد أقصى للحد من تعطيل مباراة. سيكون لكل فريق 3 فرص تبديلات أثناء المباراة. يمكن أيضا إجراء تبديلات بين الشوطين. إذا أجرى لكل فريقين تبديلا في نفس الوقت سيتم احتساب هذا كإحدى الفرص 3 لكل فريق. يتم ترحيل تبديلات 3 إلى الوقت الإضافي. عند لعب الوقت الإضافي سيسمح لكل فريق بتبديل إضافي وسيحصل على فرصة تبديل إضافية واحدة. يمكن أيضا إجراء استبدالات قبل الوقت الإضافي وبين الشوطين في الوقت الإضافي. الحد الأدنى للاعبين في حالة وجود فريق مصاب بالمرض نتيجة اختبار مرض لكل إيجابية، فلن يسمح لهذا اللاعب بالذهاب إلى الملعب أو المشاركة في المباريات. سيطلب من الفريق لعب المباراة إذا كان لديه عدد أقل من 11 إذا كانت نتيجة فحصهم بالمرض سلبية. حالة عدم وجود حارس المرمى فسيجب على لاعب آخر من الفريق أن يحل محله. يشترط أن يكون عدد اللاعبين 11 لاعبا على الأقل وإلا فلن تحتسب المباراة. أتمنى أنكم قد استفدتم من الفيديو. لا تنسوا الاشتراك، تفعيل زر الجرس والضغط على لايك. شاركوا الفيديو. انتظروني في فيديو جديد وفي خبر عاجل جديد. نلتقي في فيديو لاحق.